مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مهندس محمد سراج طبعا برحب بيك في البدايه وببارك لك على البطوله، عندهم اصرار كبير وتحدي كبير قابلهم في بطوله افريقيا وطلعوا على بطوله الكاس، تقول ايه للمباراه الجميله النهارده والاداء المميز للطاره النادي؟ الحمد لله والله يا كريم، يعني فريق مميز جدا الفريق الطاره في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات، يعني ما شاء الله حققوا العلامه الكامله الموسم ده. الحمد لله نسبه نجاح 100% لكل البطولات، وده يمكن متعودينه دايما فريق الطايره في النادي الاهلي دايما فريق مميز، والحمد لله بيحط دايما هدف قدامه ان هو يبقى رقم واحد، والحمد لله هم يستحقوا طبعا وببارك لهم على البطوله. الدعم الكبير والمسانده من مجلس اداره النادي الاهلي بتنعكس على الفريق بشكل كبير جدا، بيشوفوا ان مجلس الاداره النهارده جاي بشكل كبير بيساندهم، والفتره اللي فاتت يمكن كان في بعد شويه عن التواصل بين مجلس الاداره والالعاب الشهيده، وخلاص دلوقتي نقدر نقول بعد المسانده ما بقتش العاب شهيده، تقولي على اللحظه دي يا كابتن محمد؟ لا الحمد لله والله، احنا من اول يوم يمكن كان سياسه مجلس اداره النادي الاهلي دعم لكل الفرق الرياضيه في النادي، احنا في وفي نفس الوقت بقى في احترام لكل الاجهزه الفنيه في عملها في تخصصاتها وكل اللي بتطلبه، احنا بيبقى كل الدعم والمسانده ليها، سواء لو في اللاعبين او في تجهيزات البطولات او في تنظيم البطولات. الحمد لله يمكن حتى نجاح النادي الاهلي كان بشكل الحمد لله لائق في الفتره الاخيره في تنظيم بطولات الطايره، ان شاء الله اليد باذن الله تكون على نفس المستوى. فلا كل الدعم طبعا مننا كمجلس اداره، هم دول اللي بيرفعوا اسم النادي الاهلي واللي يستحقوا دايما الاشاده والتكريم. يعني كواليس احمد اود، ما كنتش عارف بتكلم مع احمد اود كده، طبعا بنتمنى له السلامه، لكن قلت له ايه طبعا واحد من نجومنا وكان عنده اصرار كبير جدا وتحدي كبير في البطوله الافريقيه. لا طبعا هو نجم كبير ومحترم ولاعيب بيلعب بروح النادي الاهلي، بيمثل النادي الاهلي بروحه وباصراره. كلنا طبعا يعني احزننا جدا الاصابه القويه اللي جات له قبيل المباراه النهائيه يعني. طبعا كل الدعم برضو زي ما قلت لك كريم من شويه، ان احنا دعمنا للاجهزه الفنيه والفرق الرياضيه، لا طبعا في حالات زي احمد قطب كل الدعم مننا كمجلس اداره لحالته. هو طبعا لازم يعني يستحق ان هو يكون باذن الله ليه كل الدعم وليه كل المسانده مننا وفقا طبعا للتقارير الطبيه. انا كنت بتكلم معاه بس بشوف بتابع معاه حاله التقارير، وطبعا في دكتور محمد شوقي طبعا هيبقى باذن الله هيراجع كل الكلام ده، وهيبقى في قرار ان شاء الله اكيد لازم يعني لصالحه اكيد في الموضوع ده والمسانده ودعم ليه في الموضوع ده، ان شاء الله يرجع بالسلامه قريب وياخد بطولات ان شاء الله الموسم القادم معاهم تاني باذن الله. شكرا شكرا شكرا.